هنا مسبيرو لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة مع الزميل خالد سعد. خالد سعد النهاردة الحقيقة هيتكلم عن حصول الحكومة على جائزة والرؤية الخاصة بتنمية مصر المستدامة ل 2030. احنا لازم نتوقف أمام حقيقة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لأنها حكومة مميزة جدا. بنجد أن هناك تعاون وتواصل ما بين الوزارات بعضها البعض. يعني لو فكرنا كده في أي مشروع بيتم بنجد أن هناك توازي الحقيقة في العمل داخل هذا المشروع. بنلاقي أن لو تكلمنا عن مشروع خاص بالإسكان بنجد أن الخدمات مكتملة، بنجد أن التعليم مكتمل، بنجد أن الوسائل الترفيهية موجودة. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده أن هناك تواصل وتوازي وتعاون ما بين كل الوزارات، وهو ده الحقيقة اللي بيميز وزارة الدكتور مصطفى مدبولي. أما أنا فحسابكم بمصر بيحصل فيها إيه النهاردة ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. ويمكن الخبر اللي مسيطر الحقيقة على الصحف والجرائد وفي السوشيال ميديا النهاردة هو وصول الرئيس الروماني إلى مصر واستقبال السيد الرئيس له في قصر الاتحادية. الرئيس السيسي يعرب عن اعتزازه بعلاقات التاريخ ما بين مصر ورومانيا، والرئيس الروماني يدعم جهود مصر القوية جدا في حل أزمة الشرق الأوسط. تعالوا نشوف تقرير عن هذا الموضوع وارجعوا لنا مرة تانية. مصر بيحصل فيها ايه النهاردة؟ استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس الروماني ضيفاً كريماً على مصر، مثمناً سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ورومانيا. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن التشاور والتباحث بين مصر ورومانيا بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة، وعشان نعرف اكتر تفاصيل عن الخبر مع الهاتف الان السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق. مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير، اهلا بك. يعني يمكن عايزة أتكلم عن تفاصيل الزيارة، عايزة أتكلم عن التوقيت الخاص بالزيارة، عن العلاقات التاريخية القديمة التي تربط مصر برومانيا. تاريخيا العلاقة نشأت منذ أيام الملكية في عهد الملك فؤاد والملك مانويل في رومانيا، ووقتها كان لنا السفارة في بوخارست ولنا خط ملاحي لسفن ناقلات الركاب بين إسكندرية وكونستانزا في رومانيا. تألقت العلاقات أيضا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر مع الرئيس جورج ديج رئيس رومانيا أول رئيس بعد الثورة. أيضا زارنا كيفو ستويكا رئيس رومانيا التالي بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر وزار مصر وتوطدت العلاقات. علاقات الرئيس السادات بالرئيس تشاوشيسكو كانت جيدة، و
ولعبت رومانيا دورا كبيرا في الاتصالات الاوليه في عمليه السلام بكفاءه تامه. بالتالي لدينا تجربه، لكن على الجانب الاقتصادي ايضا رومانيا كانت سوق طيبه جدا لمنتجاتنا، واتفقنا وقت من الاوقات ان نصل بالتجاره الى مليار دولار سنويا ونجحنا في ذلك. الان جد جديدين. تفضل. الاول ان مصر وقعت اتفاقيه المشاركه المصريه الاوروبيه في عام 2001، وكانت رومانيا لم تدخل بعد في عضويه الاتحاد الاوروبي. دخلت رومانيا في عضويه الاتحاد الاوروبي سنه 2006 وصارت عضوا هناك، وبالتالي ما يجري على علاقتنا باوروبا يجري على علاقتنا برومانيا، بمعنى ان لدينا مشاورات سياسيه وامنيه وعلاقات اقتصاديه تجاريه وحوار ثقافي واجتماعي. وبالتالي صادراتنا الى رومانيا معفاه من الرسوم الجمركيه ومن اي عوائق. صادرات رومانيا الينا تعامل بنفس المعامله الحره، ومن هنا لدينا كل الفرصه ان نضاعف هذه العلاقات. لدينا كل الفرصه ان ندعو رومانيا للاستثمار في مصر، لان هذا يفتح لها سوق اكبر بكثير من مجرد السوق المصري. لدينا 51 دوله افريقيه تدخلها البضائع المصريه دون جمارك، لدينا 18 دوله عربيه تدخلها البضائع المصريه بدون رسوم جمركيه. المشاركه في كل هذا يمكن ان تخلق المزيد من المصالح طبعاً. المزيد من المشروعات. طيب. في السياحه ايضا اريد ان لا اغفل السياحه. اتفضل. ان رومانيا تنظر لمصر نظره احترام شديد جدا لقدرات مصر السياحيه، وكانوا في وقت من الاوقات يربطون زياره رومانيا وجبال الكارفات واطلالهم على البحر الاسود بزياره مصر والاسكندريه والاهرامات والاطلاله على البحر المتوسط والبحر الاحمر. فاذا يعني في المخزون الاستراتيجي لعلاقات البلدين هناك الكثير مما يمكن اضافته ولما فيه مصلحه كلا البلدين والاقتصاديه. طيب يعني خليني اقول لحضرتك الرئيس الروماني الحقيقه قال ايه. ندعم الجهود المصريه لايجاد حل لازمات الشرق الاوسط والدور الاساسي والمحوري في مصر في حل هذه الازمات. بالتاكيد البعد السياسي والحوار السياسي بين مصر وشركاء اوروبا، بالذات دول شرق اوروبا، لانها كانت عظيمه الفهم لموقفنا وكثيرة التأييد للقضية الفلسطينية. أيضا لدينا مشاكل في الشرق المتوسط والتهديدات للحدود الاقتصادية لتقسيم الغاز فيها. لدينا مشاكل في ليبيا ووجود مرتزقة بسبب إحدى الدول التي تدعي عهد إمبراطوري جديد. 20,000 مرتزق الآن في ليبيا نحاول التخلص من وجودهم. لدينا مشاكل في بعض البلدان الإفريقية، موضوع المياه، سد النهضة إلى آخره. فكلها مسائل لابد أن تكون على المائدة. ويعني من تجربتي المتواضعة أن في لقاء رئاسي على هذا المستوى كل ما يخطر في ذلك من مصالح لابد أن تدرس وأن يدرس كل طرف موقف الطرف الآخر، بل ويطلب دعمه. وأنا يعني عندي يقين أن رومانيا لديها كل الأسباب أن تدعم مصر في مختلف هذه القضايا السياسية أيضا. يمكن رسائل خاصة بالسيد الرئيس، نحرص على تطوير العلاقات الثنائية مع رومانيا على كل الأصعدة. اتفقت مع الرئيس الروماني على عقد دورة جديدة للجنة تطوير علاقات البلدين. أكدنا أهمية التعاون والتنسيق في جميع الأطراف بالمحافل الدولية. زي ما حضرتك قلت الحقيقة تحدثنا عن الملف الليبي لأنه ملف هام جدا ونجد حل سياسي. اتفقنا على توحيد الجهود لمواجهة الهجرة الغير شرعية. الهجرة غير المشروعة إحدى الجرائم المنظمة التي لدينا ارتباط تعهدي مع أوروبا ومع إفريقيا ومع العالم العربي على محاربتها. ليس فقط الهجرة غير المشروعة، وإنما محاربة الإرهاب، محاربة غسيل الأموال والاتجار في المخدرات، ثم أيضا الهجرة غير المشروعة. ومصر لديها سجل حافل محترم يحترمه الأوروبيون كثيرا، لأن مصر تستضيف كما أعلن الرئيس منذ أيام لدينا 6 ملايين من البشر من جنسيات مختلفة، من السودان، من سوريا، فلسطينيين، لبنانيين، من كل الجنسيات، ونعاملهم معاملة الإخوة
ولا نجعلهم نقطة ضغط لهجرة غير مشروعة إلى أوروبا وما تشكو منه أوروبا من بعض البلدان في المنطقة الذين يمارسون تسريب الهجرة غير المشروعة إلى بلدان أوروبية لا ترغب في هذا. طيب يعني أنا بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر. من الواضح أن هناك ثلاث ملفات الحقيقة هامة جدا، الملف الخاص بالسياحة، الملف الخاص بالإرهاب، وأيضا الملف الخاص بالاقتصاد وعودة مرة أخرى للدعم والاستثمار داخل مصر. الخبر الثاني اللي معايا خاص بوزارة المالية، الخبر بيقول التسجيل المسبق للشاحنات بالمواني البحرية يسير بخطى ثابتة. مع الهاتف الآن الدكتورة منى ناصر ميلاد مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك عشان نعرف منها تفاصيل الخبر. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا فندم، مساء النور. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. أعرف من حضرتك يا فندم تفاصيل الخبر. إحنا بالفعل دلوقتي المنظومة ابتدت إلزاميا التسجيل المسبق للشحنات، ابتدى إلزاميا من 1 أكتوبر وزيد عدد الشهادات، ابتدى الاستقرار أكتر، ابتدت عدد الناس اللي بتتدرب وبتسجل أكتر وأكتر، ففي مزيد من الاستقرار. وإحنا لغاية دلوقتي فاتحين مجالات عديدة علشان الناس تتدرب فيها، سواء توكيلات شحنة أو مستخلصين أو مستوردين. الناس كلها انها تسجل. استاذه حضرتك بس ممكن تعلي صوتك يا دكتور لو سمحتي. كده افضل؟ كده افضل. اتفضلي. واحنا بس من خلال حضراتكم احنا بنناشد الناس كلها ان اي حد لسه ما سجلش يتفضل يسجل، لان الموضوع خلاص طبعا بقى الزامي، فمش هيقدر يدخل شحنات غير بهذا الاسلوب. طيب يعني احنا بالفعل وصلنا لعدد 21,150 مستورد سجلوا على المنظومة، 52,000 مصدر سجلوا على المنظومة، وده طبعا عدد يعني هائل جدا، وأكتر من 95% من المستوردين سجلوا. طيب اللي لسه ما سجلوش يا فندم ايه سبب التأخير؟ يعني حضرتك بتقولي ان انتوا عقدتوا ندوات وانكم وضحتوا أهمية هذا التسجيل، اللي لسه ما سجلش ليه لغاية دلوقتي متأخر؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان كالعاده الناس دايما بتيجي في اخر وقت وما بيبقاش في ثقه كامله ان احنا هنطبق الحاله الالزاميه، كله برضو كان في ناس كتير بتتكلم ان هم لا لسه ما توافقوش، لسه ما تدربوش، عايزين وقتهم، بالرغم ان اللي كانوا بيطلبوا التاجيل ما كانوش مثلا اتدربوا وما عرفوش، لكن لا هم من بعيد كده، يعني خليني اقول ضد التغيير، قلق من التغيير. يعني وجهة نظر حضرتك ان لسه في ناس الحقيقه ما عندهاش فكر التغيير والتطوير، لسه في ناس عايزه تعيش بنفس الفكر القديم، مش فكره رفض بس ولكن خوف. طبعا يا فندم دايما الجديد بيقلق، دايما الجديد، بس احنا بنطمن كل الناس، احنا عاملين غرفه عمليات 24 ساعه، عاملين جروبس واتساب لكل الفئات اللي بتتعامل في المنظومه عشان نقدر نرد او على اي مشكله ممكن يقابلوها من اي نوع، سواء فنيه او تكنولوجيه او ايا كانت. طيب يعني انا بشكر حضرتك يا فندم. شكرا الف شكر دكتور منى. يعني خلينا نقول ان مصر الحقيقه المستقبل او الجمهوريه الجديده محتاجه فعلا اللوجيستيك، محتاجه التطوير في عن طريق المواني، محتاجه كل جديد، محتاجه فكر متطور، محتاجه شباب لديهم القدره على اتخاذ القرار السليم. يا جماعه احنا لازم ان احنا نتغير. فكره الموظف الثابت وفكره الحاجات القديمه والحاجات الثابته اللي في حياتنا خلاص دلوقتي اصبحت مش مرفوضه، لا حتى الموظف القديم لازم يطور نفسه، لازم يطور نفسه عن طريق ان هو ياخد كورسات، يطور نفسه ان هو يصل للجديد، لان الجمهوريه الجديده محتاجه الفكر المتطور، سواء كنت شاب او موظف قديم. تعالوا نطلع نشوف فاصل وارجعوا لنا مره تانية مصر بيحصل فيها ايه النهارده.
رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة. معايا خبر خاص بالتعليم، عقد امتحاني اكتوبر ونوفمبر للرابع الابتدائي على مستوى المدرسة. اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان عقد امتحاني شهر اكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي على مستوى المدرسة، بينما يعقد امتحان نهاية الفصل الدراسي الاول على مستوى الادارة التعليمية. معي الهاتف الان الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض المتخصص في ملف التعليم. مساء الخير يا فندم. اهلا استاذه امنيه، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذ رفعت؟ الحمد لله تمام. يعني افهم من حضرتك يا فندم تفاصيل الخبر. انت عارف حضرتك يا استاذه امنيه ان العام الدراسي بدا متاخرا السنه دي في شهر اكتوبر، مع ان دايما بيبدا في شهر سبتمبر او الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر كل عام، لكن بسبب يعني ظروف جائحة كورونا وتأخر الامتحانات وامتحانات الثانوية العامة بدأ خلال شهر أكتوبر، وبالتالي هناك امتحانات شهرية بالنسبة لسنوات النقل، وهي في مقدمتها سنة رابعة ابتدائي سنة خمسة ابتدائي. فهنا تقرر أو طبقا للقرار الوزاري أن تتعمل لهم هذه الامتحانات الشهرية داخل المدرسة، والمدرسة هي اللي توضع هذه الامتحانات. لكن امتحان الفصل الدراسي نهاية الفصل الدراسي الأول تتم من خلال الإدارة التعليمية أو عن طريق الإدارة التعليمية. فأرجع تاني الامتحانات الشهرية بيتم امتحان بس يا فندم الطالب. مش هو ده الطبيعي يا فندم؟ يعني هو ده الطبيعي ان يبقى امتحانات الشهرية تابعة للمدرسة وهنا القرار نهاية الوزاري الفصل الدراسي تابعة للإدارة التعليمية. نعم، بس هنا القرار الوزاري موضح دين على اساس الامتحان الشهري يتم امتحان الطلاب فيما درسوه خلال الشهر، وبالتالي في شهر اكتوبر اللي ما درسوا خلال الشهر فقط، في شهر نوفمبر القادم ما درسوا خلال الشهر فقط، لكن امتحان نهايه الفصل الدراسي الاول في كل ما درسه الطالب طوال الفصل الدراسي الاول، ونفس النظام هيتم مع نهايه الفصل الدراسي الثاني بعد مرور الامتحانات الشهرية. وده هيشمل سواء المدارس الحكومية والمدارس التجريبية ومدارس اللغات وكذلك المدارس الخاصة أيضا، لأن ده قرار وزاري منظم لعملية الامتحانات داخل المدارس في مراحل التعليم الأولى. يعني أفهم من حضرتك يا فندم أن حتى مدارس الناشنال والإنترناشنال هيطبق عليهم هذا القرار؟ لا، الناشونال والانترناشونال بيهم امتحانات خاصه بيهم طبقا لطبيعه المواد اللي هم عندهم فيها، لدرجه ان هم بيعملوا يكاد يكون امتحانات اسبوعيه بالظبط، ما بيستنوش حتى لان بعض المدارس دلوقتي هم في فتره اجازه يعني بالضبط. فهنا طبقا لظروف كل مدرسه، لكن بالنسبه لامتحان الفصل الدراسي نهايه الفصل الدراسي الاول دول ملتزمين بيه طبقا للقرار الوزاري. طيب يعني حضرتك كده بتستشف يا فندم ان السنه دي ان شاء الله هنكون عندنا عام دراسي مكتمل، ولا ممكن ان شاء الله امنيه ان شاء الله؟ ليه؟ لان اولا احنا مع جائحه كورونا وظروفها احنا ودول العالم كله كنا مضطرين لان نلجا الى وسيله التعليم عن بعد حتى لا يحدث هناك أي تجمعات بشرية داخل المدارس وتزداد نسبة الإصابة. لكن بعد وجود لقاحات على المستوى القومي وفي كل الدول فبدأ حجم الإصابة يقل، وأيضا شكل الإصابة وحدتها تقل، لدرجة أن حتى المطعمين من الكبار من سن 16 سنة فوق بيقول لحضرتك ان الطعم هنا لا يمنع الاصابه ولكن يقلل الاعراض الجانبيه اذا حدثت الاصابه. حتى بعض الدول وبناء على وفق منظمه الصحه العالميه والمصنعين لاحدى نوعيات من هذه الطعوم سمح باخذ الطعوم للاطفال من سن 12 سنه فما فوق. ما انا ده اللي كنت حاسال حضرتك فيه يا استاذ رفعت. نعم. لاني انا قريت يا فندم ان في احتمال ان يتم تطعيم الاولاد في المدارس، يعني حاجه بتدرس دلوقتي الان. عندنا احنا دلوقتي يا استاذه امنيه لان دلوقتي هي نموذج واحد او بس طعم واحد تقدمت الشركه المصنعه ليه لمنظمة الصحة العالمية عشان تاخد موافقة التطعيم للأطفال من سن 12 سنة فما فوق. بقية الطعوم الأخرى لم يسمح بإعطائها للأطفال قبل سن 18 سنة.
وبالتالي احنا ماشيين دلوقتي للتطعيم سواء بالنسبه للطلاب في المدارس من بلغ سن 18 سنه او بالنسبه للجامعات كلها بلا استثناء، سواء بالنسبه للطلاب او اعضاء التدريس او الاداريين. اما بالنسبه للتربيه والتعليم ففي للاداريين واعضاء هيئه التدريس، الى ان يتقرر بقى عكس ذلك او زياده فممكن ان هو يتم. طب في يا فندم متابعه ومراقبه الحقيقه من جانب بعض المدارس على ان هي فعلا بتقوم باجراءاتها الاحترازيه الكامله داخل المدرسه؟ ده حضرتك ده قرار دوله. ليه؟ لان حتى قرار دوله ان بدء، لا انا بتكلم على المتابعه والمراقبه يا فندم. المتابعه طبعا اكيد بالضبط، لا يسمح لاي عضو هيئه تدريس او هيئه او اداري ان يدخل المدرسه الا اذا كان حاصل على التطعيم او يجيب تحليل بي سي ار مره كل اسبوع اذا كان هو مش عايز الطعم، ما عدا الفئات المستثناه طبيا بالنسبه للتطعيم، ودي بتحدد من قبل وزاره الصحه. لان ده حضرتك مع زياده نسبه التطعيم حتى على المستوى القومي بالنسبه للافراد العاديين بدات حاله الانتشار تقل تماما، نسبه الاصابه تقل، واحنا عينينا دايما على التجمعات البشريه الكبيره خاصه في المدارس والجامعات لنقلل حجم الانتشار فيها باي طبعاً. شكل من الاشكال. طبعا انا بشكر حضرتك يا فندم الف شكر. الحقيقه بننتقل من التعليم الى السياحه، انطلاق رحلات مصر الطيران بين شرم الشيخ والاقصر بعد توقف 6 سنوات. مع الهاتف الان الخبير السياحي محمد فاروق رئيس لجنه السياحه الالكترونيه وعضو مجلس اداره الشركات السياحيه سابقا. مساء الخير يا فندم. سلمي يا فندم. يعني الحقيقة خبر مفرح وخبر بيفرحنا أن يتم تاني الحقيقة انطلاق رحلات من شرم الشيخ للأقصر بعد توقف 6 سنوات. مظبوط يا فندم. يعني هي شفنا كمان صور جميلة الحقيقة لمعبد الكرنك وعودة لعدد ليس قليل من السائحين. بنتمنى الحقيقة يكون في زيادة وزيادة، لكن حقيقة يعني قلوبنا كلها فرح الحقيقة. تمام يا فندم. هو حقيقة فندم حاليا هو الوزارة أين بعملية دمج ما بين السياحة الترفيهية والشاطئية والسياحة الثقافية. هذا الدمج اللي بيتم طبعا تم نتيجة شغل كتير جدا في فترات ال3 4 سنين اللي فاتت، زي المتاحف اللي فتحت في شرم الشيخ وفي الغردقة وفي مطار القاهرة. المتاحف دي كلها بتأدي إلى إن إحنا بندمج السياحة الترفيهية بالثقافية. طبعا بالإضافة طبعا لبداية عودة الطيران ما بين المقاصد السياحية الشاطئية والأقصر كرحلات اليوم الواحد، المغترات بتبدأ الصبحيه حوالي 7 الصبحيه وبترجع بالليل حوالي 7 8 بالليل. ده برضو ان بندي فرصه للسائح اللي جاي يزور المكان الترفيهي ان هو يقدر يشوف ثقافه مصر ونجذبه للرحله الجايه ان شاء الله التوجه للسياحه الثقافيه. الموضوع ده ماشي بالعكس، السائح اللي جاي رحله ثقافيه يقدر يستمتع بالشاطئيه، والعكس الشاطئيه يقدر يستمتع بالثقافيه. ده بالظبط حضرتك دلوقتي الوضع اللي قائم ما بين الترويج السياحي، لان اصبح العميل بيحب ياخد اكتر من خبره من زياره الموقع الواحد. طب خليني اوضح، يعني الرحله بتطلع من شرم الشيخ توصل للاقصر، ممكن ان هو يقضي اليوم كاملا ان هو يستمتع برؤيه المعابد ثم يعود ليلا مره اخرى الى شرم الشيخ. مظبوط يا فندم. ده الجديد اللي بيحصل، لكن قبل كده كانت العكس. لا هو قبل كده ما كانش العكس، قبل كده كنا 6 سنين واقفين تماما. يعني كان متوقف ده تماما. لا اتفضل. هو كان بيحصل بس هو كان بيحصل من الغردقه، كان بيطلع من الغردقه رحلات بالاتوبيس تاخد حوالي 4 ساعات، الصبحيه بتطلع الصبحيه، الفجر بتطلع الاقصر تعمل الزياره وترجع بالليل. اضافه حاجه زي كده للبرنامج السياحي للسائح يا فندم، لان هو ده اللي مهم بالنسبه لنا، هو سرعه الانجاز، العوده مره اخرى الى مكان السكن اللي هو فيه، الاستقبال الحقيقه في الفتره اللي هيتم فيها الزياره، والسلوك، لان ده مهم جدا المواطنين في الفتره دي. فضل. هو طبعا حضرتك البرنامج ده طبعا بيبقى رحله اختياريه بتتم البيئه دي للعميل او اثناء وجوده في المقصد السياحي اللي هو شرم الشيخ، بحيث ان هو يعني ما بتبقاش مدرجه ضمن التكلفه الاصليه للرحله عشان ما تعليش سعر الزياره لمصر اصلا.
فطبعا بيتحط الكلام دوت بشكل اختياري، وعاده السائحين بصفه عامه بيقبلوا عليها جدا، لانها طبعا خبره قويه جدا يستفيد بيها في الزياره بتاعته خلال اقامته الموجوده في شرم الشيخ. وهل نوعيه السائح يا فندم اللي بيروح شرم الشيخ بيبقى عنده برضه شغف ان هو يروح الاقصر واسوان وان هو يشوف المعابد؟ لان نوعيه السائح اللي بيروح الحقيقه شرم والغردقه بيبقى عايز يستمتع بالشواطئ بالشمس، يعني هنا ازاي بان احنا نعمل عمليه تحفيز للسائح ان هو يشوف المعابد يشوف الاماكن الثقافيه والسياحيه داخل الاقصر واسوان؟ ما تنساش حضرتك اللي حصل من موضوع موكب المومياوات عمل صدى عالمي عالي جدا، وده احنا حاسين بيه جدا بعد عوده السياحه التدريجيه اللي بتحصل حاليا. النهارده كل اللي بينزل مصر عايز يطلع على اثارها بعد الضجه الاعلاميه اللي تمت في فتره الكورونا. كان كل الناس بتبقى على التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي شايفين العظمه في عمليه نقل المومياوات المصريه لمتحف الحضاره. النهارده متحف الحضاره اصبح من المقاصد السياحيه الاساسيه لزياره اي حد، سواء كان سائح بغرض السياحه او سائح بغرض الاعمال البيزنس والمؤتمرات. كل اللي بينزل القاهره النهارده بيعمل هذا الكلام، ده مسمع تماما على الاقصر وعلى اسوان بنفس الاسلوب. سائح اللي جاي رحله ترفيهيه النهارده عشان يعرف عيالي في شرم الشيخ يعرف ان الاقصر يعني تذكره الطيران فقط. اوكي، انا على ما اعتقد يا فندم ان ده كان اكتر واقوى تسويق لمصر سياحيا في الخارج، ويمكن حلينا المشكله اللي احنا كنا بنعاني منها كثيرا وهو التسويق الصحيح لقيمه مصر في الخارج. انا بشكر حضرتك يا فندم الف شكر. كده بتكون اخبارنا انتهت. مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ بعد الفاصل انتظروا الزميل خالد سعد، وزي ما قلت لكم خالد سعد النهارده هيتكلم عن التنميه المستدامه، هيتكلم عن الحكومه، هيتكلم عن التنسيق ما بين الوزارات، ولكن بعد الفاصل. كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب. وهي بيسعدنا أن ألتقي حضراتكم من خلال هنا مسبيرو على شاشة التلفزيون المصري تلفزيون الشعب. النهاردة هنتكلم على خطة الدولة المصرية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، يعني 2030 فيها كلام كتير جدا جدا وفيها شغل كتير بتعمله الدولة المصرية عشان نوصل لجهاز إداري كفء وفعال وفي إطار الحوكمة اللي احنا شاطرين فيها بقى في السنوات الأخيرة بنطبقها على أفضل ما يكون، وفي سبيل إعداد يعني جهاز إداري مكون من عاملين يتميزوا بالقدرات البشرية العالية. أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة التميز الحكومي، يعني من فترة قريبة جدا من أسبوعين أو أقل كان حفل اللي شرفه بالحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقيمة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لإعلان نتائج النسخة الثانية لجائزة التميز الحكومي. بنستعد لإطلاق النسخة الثالثة بإذن الله، هنلقي الضوء على أهمية هذه الجائزة كجائزة وطنية على المستوى الوطني من خلال لقائنا مع ضيفي العزيز اللي بيشرفنا في لقاء الليلة، المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي. أهلا أهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا في هنا مسبيرو. أهلا وسهلا يا فندم، تشرفني. يعني احنا حريصين ان احنا نلتقي بحضرتك عشان نلقي الضوء على أهمية هذه الجائزة التي تأتي في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والحصول على جهاز إداري كفء وفعال وتكون الحوكمة هي الأساس فيه. نبدأ تعرفنا أكتر. حضرتك ممكن تابعنا كلنا حفل توزيع الجوائز، لكن في تفاصيل كتيرة جدا نحب نعرف السادة المشاهدين بيها. تمام، شكرا طبعا على الاستضافة. الحقيقة الحفل هو يمكن زي ما حضرتك وصفت هو كان خاتمة الدورة الثانية أو النسخة الثانية من الجائزة. الجائزة أطلقت في 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر للتميز الحكومي، والمؤتمر ده دعي إليه عديد من الخبراء والقائمين على عملية التطوير للجهاز الإداري للدولة، ودار فيه مناقشات عديدة. وكان أحد التوصيات أو خلينا نقول أحد القرارات من هذا المؤتمر هو إطلاق جائزة مصر التميز الحكومي اللي كانت دورتها الأولى في 2019، ثم الدورة الثانية 2020، واتأخرت بس الحفلة شوية ل 2021.
الجائزة زي ما حضرتك أشرت هي أحد الروافد لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 اللي مركزة على فعالية الجهاز الإداري للدولة، وبتطمح من خلال الفعالية ديت أو من خلال تحقيق الفعالية لحاجتين أساسيتين الحقيقة، ودول يمكن اللي كنا بنركز عليهم خلال الحفلة، اللي هم إزاي نحسن جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، ثانيا إزاي نطور من تنافسية الدولة. دول الغايتين اللي بتطمح ليهم الجائزة. الحقيقة الثقافة بتاعت التميز الحكومي ثقافة اشتغلت عليها دول عديدة، وإحنا يمكن استفدنا من بعض الدول الشقيقة زي ما حضراتكم شفتوا في الحفلة من تجاربهم وما إلى ذلك، وبنين عليها. في النسخة الأولى كان عندنا 15 فئة، معظمهم فئات مؤسسية لها علاقة بمؤسسات بتؤدي بدرجة من التميز. تمام. وفي نهاية الدورة الأولى كان في توجيهات لدولة رئيس الوزراء إن إحنا نضيف فئات خدمية، وبالتالي أضيفت فئتين خدميتين في الدورة الثانية، ونضيف فئات تبتدي رحلة التميز مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من مرحلة مبكرة. فضفنا فئتين تاني بقوا 19. فضفنا فئتين تانيين، فال 15 بقوا 19. 19 في النسخة التانية. بالظبط كده. النسخة التالتة مرشحة بإذن الله للزيادة، بس هنيجي لاحقا. ده هنجي لها بالظبط. خليني أدي لحضرتك وللسادة المشاهدين أو المتابعين فكرة عامة، هم إيه الفئات. صحيح. إحنا عندنا الحقيقة فئات بنسميها فئات مؤسسية، ودي بتقوم على إن إحنا بنقيم أداء المؤسسة ككل، وحقول المعايير اللي بنقيم عليها وما إلى ذلك، بس عندنا فئة خاصة بالكليات الجامعية. أيوة. دي اللي خدت الشهرة أكتر يعني. كلنا كل عدد نتابع. يمكن في تركيز شوية طبعا، وهم الحقيقة السادة الأفاضل الزملاء الأفاضل في الجامعات بيبذلوا مجهود عظيم. صحيح. وفي نفس الوقت هم خلينا نقول إن هم يعني عندهم اطلاع وعندهم أبحاث أوريدي على مسألة التميز. وده يمكن اللي خلاها انتشرت على حتى على المستوى الشعبي شويه يعني، كلنا كنا متابعين. وعشان كده انا يمكن احافظ كمان يعني كليه الحاسبات والمعلومات جامعه عين شمس المركز الاول، كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه المركز الثاني، اعتقد كليه الهندسه جامعه القاهره المركز الثالث. بالظبط كده. فيعني في فئات ثانيه حضرتك هتوضحها لنا يعني كانت اقل شهره في الاعلام عنها يعني. ده حقيقي. فعندنا الكليات، عندنا مجموعه فئات خاصه بالمحليات على مختلف مستوياتها. احنا بنتكلم على افضل قريه، أفضل مدينة. مدينة، أفضل مركز، أفضل حي. هايل. فإحنا بن 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 بنتعامل مع مختلف مستويات مركز أو المحليات. قسم يعني. نقول مركز أو قسم. المركز هو مركز لما تكون في منطقة فيها مركز. تمام. أو محافظة فيها مراكز. تمام. فدي المحليات، فدي فئة أخرى للتميز المؤسسي. عندنا يعني خلينا نقول مجموعة فئات متعلقة بالمؤسسات الخدمية. زي. وده يمكن اللي كان تركيز الدولة وتركيز سيد رئيس الوزراء. خدمة يعني تقدم خدمة للمواطن. تقدم خدمة للمواطن. تمام. زي ايه مثلا؟ احنا عندنا مكاتب البريد، عندنا مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، عندنا مكاتب الصحة، عندنا مكاتب التأهيل الاجتماعي الخاصة. حضرتك بتلمس الجروح يعني، بتلمس ما يهم المواطن فعلا يعني. مكاتب البريد مع مكاتب الشهر العقاري. تمام. اعتقد ان احنا فعلا محتاجين فعلا نظره من الدوله اللي هي بتعملها حاليا دلوقتي لتطوير الخدمه فيها. طبعاً. اقبال يومي، بتتعامل مع ملايين من المواطنين بشكل يومي. بشكل حضرتك اتفضل. الفئتين اللي اضيفوا السنه اللي فاتت كان مكاتب الصحه ومكاتب التموين. هايل. لانه الناس بتتعامل معهم برضو بدرجات متفاوته، وفي احتياج يومي، واحيانا مش بس هو يومي او لا، الحقيقه هو بيبقى احتياج في حالات الضروره. يعني حياتك اللي بيروح مكتب الصحه ده يعني ممكن تقول اللي رايح مكتب البريد ممكن يبعت الرساله. صحيح. او الحواله بطريقه او باخرى، انما مكتب الصحه ده رايح لضروره. صحيح. مكتب التموين نفس الحكايه رايح لضروره. فدي فئات خدميه. وعندنا طبعا المراكز التكنولوجيه التابعه للاحياء في المحافظات المختلفه اللي هي بتقدم الخدمات الخاصه بالمحليات من خلال وسائل تكنولوجيه، زي مثلا التراخيص، تراخيص البنى، زي التراخيص المختلفه وما الى ذلك. فدول كلهم فئات خدميه. الجائزة زي ما هنشوف بعد شوية في المعايير بتركز على الأداء المؤسسي والأداء الفعلي. والأداء دايما بيكون انعكاس للحاضر أو صورة للحاضر، لكن ده ما بيخليناش ننسى المستقبل والنظرة المستقبلية اللي احنا وصفنا في إطارها رؤية مصر وما إلى ذلك. فبالتالي احنا عندنا جائزة أو فئة كاملة للإبداع والابتكار الحكومي. هايل. ودي قائمة على أنه يكون في فكرة قامت بها، أو خلينا نقول نشأت في مؤسسة حكومية وتنفذت.
عشان برضو تديني مثال بقى حضرتك عشان نقرب المفهوم للناس. في أمثلة كتيرة، مثلا في مثال لمثلا طريقة لتطوير أداء محطات الصرف الصحي، بحيث أن أنا أعلي الكفاءة بتاعة محطات الصرف الصحي من خلال نفس الإمكانات المتاحة عندي من غير ما نعمل استثمارات إضافية. هنا زي ما حضرتك قلت هنا يعني بترجع للابتكار بقى، أو التميز في استخدام المتاح. بالضبط كده. التميز في الابتكار، التميز في إيجاد حلول زي ما بنسميها دايما خارج الصندوق. الحقيقة أحيانا كتيرة بيبقى أحد يعني المحظورات لما نيجي نتعامل مع جائزة للإبداع والابتكار، إنه من السهل إن تلاقي أفكار وأفكار مبتكرة وكل حاجة عظيمة، التنفيذ هو دايما بيبقى المحك. صحيح. وعشان كده إحنا في الجائزة الحقيقة تركيزنا على التنفيذ، والتنفيذ اللي هو قابل لإعادة التطبيق، يعني أقدر أخده. ده كان في النسخة الثانية يا فندم؟ ده موجود من النسخة الأولى. النسخة الأولى الحقيقة كانت الجائزة فردية وتحولت إلى مؤسسية في النسخة الثانية، لأن لقينا برضو أن الأفكار الفردية محتاجة دعم قوي جدا. صحيح. جدا وضخم جدا جدا عشان تتحول إلى أرض الواقع. مين اللي فاز بيها في النسخة الثانية بقى؟ في النسخة الثانية أنا ممكن أقول لك بقى، لأن طبعاً إحنا عندنا حاجات كتيرة. لا لا، في الابتكار والإبداع دي بالذات. لا هقول لحضرتك حالاً. فلغاية ما أطلع البيان. عايز أقول برضو إن إحنا بالإضافة للابتكار والإبداع مهتمين برضو بالخدمات بطريقة تانية، إن إحنا في جائزة مخصصة لتقديم الخدمات بطريقة إلكترونية من خلال مواقع أو تطبيقات ذكية. خدمات زي ايه؟ فخدمات مثلا زي الـ 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 الشهر العقاري والتوثيق ابتدى يقدم خدمات الكترونيه. لو رحنا على بوابه مصر الرقميه هنلاقي ان في دلوقتي ما يقرب من 100 خدمه موجودين الكترونيا من قطاعات مختلفه، بعضها من قطاع الاحوال المدنيه، بعضها من الشهر العقاري والتوثيق، بعضها قد يكون له علاقه بالمرور، بعض وهكذا. فالحقيقه الحكومه بتبذل، وده يخليني ارجع للنقطه اللي انا قلتها في الاول، إن الجائزة هي أحد الروافد وليست الرافد الوحيد في رؤية مصر 2030. صحيح. حضرتك أكيد طبعاً متابع المسألة بتاعت التحول الرقمي والرقمنة وما إلى ذلك، متابع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكل ده، بس كل الحاجات دي لازم تتضافر عشان يبقى فعلاً لها الأثر المطلوب. وبالتالي إحنا مثلاً بنكافئ الحاجات الخدمات اللي بتتحول إلى خدمات إلكترونية، لأنها خلينا نقول بتسهل على طالب الخدمة، بتقلل مرور، وبالتالي بتحسن في سيولة المرور وانسيابية المرور في الشوارع، بتحسن من الحوكمة، لأن أنت لما بتفصل طالب الخدمة أو متلقي الخدمة عن مقدم الخدمة أنت بتقدر تحسن جامد جدا في مسألة وبقضي على مشاكل كتيرة جدا ومنها الفساد. بالضبط كده. خليني أقول لك جائزة الإبداع والابتكار، أرجع لسؤال حضرتك، مثلا من ضمن اللي فازوا بيها الهيئة العامة للاستثمار، لأنها قدمت عملت برنامج اسمه فكرتك شركتك، شجع ناس كتيرة جدا من اللي عندهم أفكار إن هم يتحولوا إلى فعلا كيان تجاري ولي مردود اقتصادي ويمارس العمل وليس مجرد. ده كانت الجائزة الأولى للهيئة. لا، دول كانوا المركز الثالث. المركز الأول زي ما أنا أشرت خدته الشركة القابضة لمياه الشرب، وكان ليه والصرف الصحي، وكان ليه علاقة بمسألة تنقية المياه. وطبعا كلنا عارفين دلوقتي حساسية مسألة المياه وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لنا ككل. والمركز الثاني كان من نصيب وزارة العدل، والحقيقة ده كان ابتكار خاص بالطب الشرعي فيما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعرف على التوقيعات وحالات التزوير وما الى ذلك. فاحنا بندور وبنسلط الضوء على مثل هذه النماذج. بس من معايير الفوز بالجائزه باشمهندس ان يكون الابتكار ده قابل للتطبيق او يطبق فعلا. هو لازم يكون مطبق. وقابل للتوسع بقى يعني معنى كده ان الابتكار الخاص بوزارة العدل مطبق فعلا. مطبق فعلا. هايل. في جوه الاداره بتاعت الطب الشرعي. هايل. واحنا بنسعى بقى ان احنا يبقى موجود في فروع كمان ويبقى مستغل على نطاق واسع. هو ده. قبل ما ادي امثله لبعض الجوائز كده حاجة، اكيد في معايير او خطوط عريضه طبعا ان يجب ان تتوفر مبدئيا عشان نقدر نقول انك لك الحق للتقدم لهذه الجائزه. طيب خليني اقول ارد على سؤال حضرتك ده بطريقتين. اولا، هو في معايير علشان تقدر تصل الى المراحل النهائيه في الجائزه. بالظبط. ودي ممكن نشرحها. اما بالنسبه للاشتراطات، معظم الاشتراطات خلينا نقول بسيطه ومش صعبه. فمثلا لما بنيجي نتكلم على فريق العمل، مثلا في عندنا جائزه لافضل فريق عمل،
بنقول انه يشترط ان فريق العمل ده يكون عمل انجاز واضح وكان عنده مهمه واضحه ويكون بقاله مده يعني معقوله متشكل بحيث ان هو فعلا يكون قدر يعمل المده الإنجاز. المعقوله متحدده ولا متحدده؟ لا متحدده احنا بنتكلم على انه يكون يعني الانجاز اللي عمله دوت في خلال السنتين اللي فاتوا ان هم يكونوا بيشتغلوا مع بعض ما بين سنتين لثلاثه مثلا. لما بنيجي نتكلم على قيادات او ما الى ذلك بيشترط ان هم يكونوا في المنصب اللي هم القيادي اللي هم فيه او في الوظيفه اللي هم فيها مده مثلا لا تقل عن سنتين وهكذا. فهي شروط مش صعبه. الحقيقه هو اللي فيه التحدي هو المعايير. والمعايير برضو هقول لحضرتك ازاي ما بنحاول ما نخليهاش صعبه. بتهيألي بتبقى في تصفيتين، بيبقى يعني في الاول بيبقى في قائمه طويله وبعدين تبقى قائمه قصيره. ده حقيقي. ده حقيقي. المعايير خليني ادي مثال مثلا للجوائز المؤسسيه، وهي دي الجائزه يعني الكبيره او الفئه اللي فيها فئات فرعيه كتيره. في 60% من معايير النجاح ليها علاقه بانه الجهه بتعمل بطريقه متسقه مع رؤيه مصر 2030. الكلام دوت طبعا ده عنوان عريض لكن تحته تفاصيل. يعني ايه انها بتعمل؟ اولا تكون عارفه دورها فين في تحقيق رؤيه مصر 2030. ثانيا يكون عندها خطه لتحقيق هذا الدور. ثالثا تكون بتقيس ادائها نحو تحقيق هذه الخطه وبتصحح مسارها لو في قصور او في اي مشكله في هذا الاداء. تمام. فبتدير المساله بشكل علمي وبشكل مباشر وليس عشوائي او حسب النيه الطيبه يعني. طبعا لنا ان نتخيل قبل ما اتكلم على بقيه المعايير، لو احنا بقى عندنا عدد كبير وكتله حرجه من المؤسسات اللي بتعمل بهذه المنهجيه وشايفه ووضعه نصب اعينها رؤيه مصر 2030، هي دي الطريقه الاساسيه في راينا انها تتحقق رؤيه مصر 2030. صحيح. رؤيه مصر 2030 مش هتتحقق بانها تنزل علينا من السماء او حتى بقرارات فوقيه، هي تتحقق بان كل حد في مكانه يبقى حاطط نصب اعينه ايه مهمته ويشتغل عليه. توسع رقعه الناس اللي بتطبق فعلا الحوكمه وتفعيل كل هذه المعايير، لازم عشان اوصل للنتيجه لازم الرقعه تكون متسعه. بالظبط بالظبط كده. طب تسمح لي حضرتك قبل ما نكمل الباقي المعايير هنخرج لفاصل اعزائي المشاهدين ثم نعود لنستكمل هذا الحديث الهام مع المهندس خالد مصطفى. اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ما زلنا مع حضراتكم ونتحدث عن الجائزه الوطنيه، جائزه التميز الحكومي، وبيشرفنا بينورنا المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والمشرف العام على الجائزه. برحب بحضرتك مره ثانيه وبنكمل مع حضرتك المعايير. تمام. انا يمكن ركزت على المعيار الاول اللي هو تحقيق الرؤيه واللي عليه وزن 60%. ال 40% الباقيه متقسمه على معيارين. معيار اسمه الابداع والابتكار، تاني جوه كل جائزه في عنصر خاص بالابداع والابتكار. او تحديدا بنقول لكل مؤسسه انت ازاي في مجال عملك بتنظري للمستقبل. تمام. ازاي بنسميها احنا حتى بالتعبير اللي بنستعمله جوه الجائزه بتستشرف المستقبل، بتشوف ايه التغيرات المتوقعه في المستقبل وبتتعامل معاها وبتستعد ليها بل بتستفيد منها. تمام. والمعيار الاخير اللي عليه ال 20% المتبقيه هو اسمه الممكنات، وده ليه علاقه بقى بكيفيه اداره كل ده. كيفيه اداره الاداء، كيفيه اداره الابداع والابتكار، كيفيه توظيف الموارد اللي عندي واستغلالها الى اقصى ما يستطاع. يمكن لو حضرتك او الساده المشاهدين تابعوا الحفله كان في اغنيه لطيفه كده بتقول مكانك اعمل ما في امكانك. دي ملخص فكره الجائزه. صحيح. ان كلنا عندنا يعني امكانات قد تتفاوت وقد تزيد وقد تنقص، ولكن لما الناس بتركز وبتفكر انها تربط بين المهمه المطلوبه منها وبين الامكانات المتاحه بطبيعه الحال زي ما بيقولوا ان الحاجه ام الاختراع. صحيح. فبيبتدوا يبتكروا افكار ويبتكروا حلول ازاي اوظف واطلع من الامكانات دي احسن ما يمكن. طيب. فيها طبعا في الفئات الخدميه بيضاف بقى معايير ليها علاقه بالخدمات، يعني بنتكلم مثلا على حاجه اسمها رحله المتعامل، بنتكلم انه المتعامل مع الجهه الخدميه من اول ما يفكر انه ياخد الخدمه هل هيعرف عنوانها بسهوله لغايه ما يخلص هيعرف قد ايه، هيعرف يوصل لها. صحيح. وبعد ما يوصل لها هيعرف ايه الورق المطلوب منه في مره واحده وهكذا. فرحله المتعامل دي عنصر اساسي طبعا في تقييم الجهات الخدميه. وهكذا بقى المعايير طبعا فيها تمام تفاصيل اكتر. طيب يمكن احنا انا حابب ان احنا الكلام اللي كنا بنقوله اثناء الفاصل نقوله تاني، ان احنا جائزه التميز الحكومي دي اتاحت للدوله المصريه وبالتحديد لوزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه اكتشاف على حسب تعبير حضرتك الدقيق جواهر في الاقاليم.
بالظبط كده. الحقيقه انا من اكتر الحاجات اللي بتسعدني طبعا يعني مفيش تحيز ضد القاهرين والقاهره، انا قاهري يعني، ولكن اللي بتسعدني ان الجائزه بتدينا فرصه او بتدي للدوله فرصه لتسليط الضوء على نماذج متميزه في الاقاليم وخارج القاهره. طبعا في الصعيد وفي الصعيد ايوه عشان القاهره على الصعيد. خليني ادي امثله. يعني احنا مثلا فئه المدن، المدن اللي فايزه كلها احنا بنتكلم على الخارجه من الوادي الجديد واخده المركز الاول، بنتكلم على الخارجه هايل. مبارك لست اللي هو الزملوط محافظ طبعا. الحقيقه انا يعني احييه لانه هو على مدار الدورتين بتوع الجائزه دايما الوادي الجديد بتبقى داخله مركزه وبتاخد جوائز هايل، فيعني الحقيقه تفرح. محافظه عظيمه مبارك لاهلنا في الوادي الجديد. راس البر واخده المركز الثاني في دمياط. جميل. الغردقه في البحر الاحمر. لو اتكلمنا مثلا على الاحياء هنلاقي ان اللي واخد المركز الاول صحيح هو مصر الجديده، في تطوير حصل طبعا، لكن فيها الفتره الاخيره، لكن الحيين اللي واخدين الثاني والثالث من خارج القاهره، احنا عندنا حي شرق في محافظه بورسعيد، وبالصدفه حي شرق في اسكندريه برضه هايل. نحيي اهلنا في اهلنا في اسكندريه. طبعا القرى كلها من خارج القاهره، لان القريه الاولى الجعفره في اسوان هايل. ودي الحقيقه كان ليا زميل عزيز، يعني انا سعيد ان هو قريته فازت. يعني الثانية بشندي، الوادي الجديد برضو البشندي، يعني الوادي محافظتين الجديد. في الصعيد أو قريتين في الصعيد بالضبط كده. والمركز الثالث كانت الشعرة في دمياط. تمام. خلينا ناخد مثال آخر مش مرتبط بأنه هو قرية فهي في محافظات. ما أنا قلت لحضرتك أن في حاجة ليها علاقة بمكاتب التموين، وفي فئة ليها مكاتب التموين اللي فازت كلها من خارج القاهرة. عندنا المركز الأول مركز خدمة المواطنين المطور في محافظة بورسعيد. هي. المركز الثاني مركز خدمة القصير بحر الأحمر. بحر الأحمر. الثالث المناخ برضو بورسعيد. بورسعيد طبعا متميزة. بورسعيد طبعا نبارك لأهلها. سيادة المحافظ أخذ جائزة أفضل محافظ في جائزة التميز العربي. في جائزة تانية معمولة على مستوى جامعة الدول العربية، جائزة التميز العربي، وكان سيادة محافظ بورسعيد كان خد أفضل محافظ. بنبارك لسيادته طبعا، دي جائزة جميلة السنة اللي فاتت يعني. بس واضح طبعا ان هنا في الجائزة بتاعتنا التميز الوطني او التميز الحكومي في أفضل محافظ. لا الحقيقة احنا يعني ممكن تفكروا فيها في المستقبل، بنركز على الوحدات وبنركز على خلينا اقول يعني برضو اللي بيتعامل بشكل اكثر مباشرة مع الجمهور. طب كان في جائزه يا فندم اللي هي افضل موظف، دي لفتت مثالي لفتت انتباهي يعني. تمام. افضل موظف مثالي، ما هو ما بنقولش انه مثالي، ولكن هو افضل موظف من حيث المعايير. تمام بالظبط كده، من خلال انطباق المعايير عليه بالظبط كده. احنا كان افضل موظف اللي فاز بيها في المركز الاول الاستاذ بهاء محمد سمير سر الختم من جامعه القاهره. اللي فاز بالمركز الثاني زميلة الأستاذ صباح أحمد فرج من الهيئة العامة للاستثمار. واللي فاز بالمركز الثالث كانت الأستاذة شيماء محمد الصديق، ودي بتشتغل في محافظة الدقهلية. بنبارك طبعا للفائزين. طب مش وارد أن احنا نضيف فئة تانية للجوائز؟ يعني احنا أخذنا فئة أفضل موظف، هل ممكن ناخد فئة مثلا أفضل أستاذ جامعي؟ وارد. وارد، بس خليني اقول لك احنا دي نقطه مهمه قوي احب ان انا اوضحها، تشجيع البحث والباحثين والابتكار. اوضحها الجائزه برضو عشان ابقى يعني امين وصريح معاكم ومع المشاهدين، بتحاول تركز في المجال الاداري وليس بالضروره الاكاديمي. تمام. ما نقدرش حتى لما خدنا موظف، حتى لما فاز موظف اداري في جامعه القاهره بالظبط كده، هو مدرس إداريين. موظف اداري وليس موظف اكاديمي، مش عضو هيئه تدريس. اولا لانه المعايير للتميز الاكاديمي مختلفه صحيح، وقائم عليها جهات اوريدي محترمه وموجوده في مصر. ثانيا الجائزه من الصعب انها تكون كل شيء لكل حاجه، فبالتالي هي بتحاول تركز عشان هي كمان الجائزه تبقى بتؤدي بشكل متميز. طب لكن خالد كان في جائزه للقيادات المتميزه، دي غير الموظف. القيادات متقسمين احنا هي دي نقطه احب اوضحها الحقيقه. هي الجائزه في طبيعتها الاولى او نسختها الاولى في 2019 ما كانش فيها غير القيادات المتميزه، ما كانش فيها موظف، وكانت القيادات مقسمه للمستويات القياديه اللي متعرف عليها في الجهاز الاداري، اللي هو عندنا رئيس قطاع، عندنا رئيس اداره مركزيه، عندنا مدير عام، وعندنا مدير اداره. الحقيقة توجيه رئيس الوزراء في نهاية الدورة الأولى كان أنه عايزين نبتدي رحلة التميز مع شباب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، فخلينا ندخل جائزة للموظف اللي هو دون المستويات الإدارية عشان يبتدي من الأول ومن مرحلة مبكرة في مساره المهني يتزرع في تفكيره ثقافة التميز. الجائزة الأخرى اللي أضيفت في فئة الأفراد بعد نهاية الدورة الأولى كانت فريق العمل.
لانه الحقيقه لقينا انه الاهتمام بالافراد عظيم جدا، ولكن مهم ان احنا نهتم بالعمل الجماعي وبفرق العمل، فدي كانت فئه اضافيه. تمام، هايل. طب انا عندي سؤال، عشان هم بيرغون ان الوقت خلاص طيب. بينتهي، وهو اضافه اقتراح اضافه جهات اخرى، ويمكن احنا اتكلمنا قبل التسجيل ان في الوقت تشاورات او تشاور مع وزاره الداخليه لدخول لاضافه جائزه ثالثه او جائزه جديده تشمل مكاتب الاحوال المدنيه ووحدات المرور. مظبوط، ده الحقيقه يعني في دراسه وفي توجيه لان احنا ندرس المساله دي، لان هو بنفس الفكر ان احنا بندور على الحاجات اللي بتلمس حياه المواطنين بشكل يومي، وكلنا طبعا لا يخلو الامر من احتياج للتعامل مع وحدات الاحوال المدنيه او وحدات المرور. ففي دراسه قويه، بالاضافه لكده احنا بنشتغل على ان احنا نحضر جوائز داخليه خاصه يمكن في الجامعات، بحيث انه يبقى في جاهزيه اكتر وفي تعميق اكتر لثقافه التميز. الوقت يجري مع حضرتك بسرعه، ولكن احنا حاولنا في الفتره دي ان احنا نلقي الضوء بشكل افضل على هذه الجائزه الوطنيه للتميز الحكومي اللي بتاتي في اطار الحصول على جهاز اداري كفء وفعال وبيخضع لمعايير الحوكمه. ده حقيقي، وده في اطار طبعا سعينا لتطوير الجهاز الاداري في مصر، واحنا بنستعد للانتقال للعاصمه الاداريه الجديده واختيار عاملين على مستوى معين. هنا نقول الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، طبعا لا ايمين الدكتور صالح الشيخ بنوجه له التحيه، حمل كبير عليه طبعا. لا بس هم يعني الحقيقه ايمين بيه بافضل ما صحيح. يكون وعلى اعلى مستوى يعني. وفي النهايه يعني بشكر حضرتك، ويعني بشكر الجهد الكبير اللي بتقوم به الوزاره، وعلى قمتها طبعا سياده الاستاذه الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهد كبير جدا وطفرة بتعملها في هذا المجال. بشكرك شكرا جزيلا بالنيابة عن المواطنين اللي بيتمتعوا بهذه الخدمات. بشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي. بشكرك يا فندم. شكرا شكرا جزيلا. بنحاول أن نلقي الضوء بشكل يعني نقول متميز أو بشكل وسطي محايد على كل نقطة ضوء بتحدث على أرض مصر. بنتكلم على إنجازات حدثت بالفعل، ما بنختلقش إنجازات. هذه الجائزة بتأتي في إطار يعني دور الدولة المصرية في وضع استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 لتطوير الجهاز الإداري، ده كله هينعكس على المواطن المصري. عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة، والله الموفق والمستعان. وزي ما بختم وبقول ما تخافوش أبدا على مصر، لأن مصر فيها رجالة. تحياتي. We'll be right back.